أعزائي المشاهدين، عزيزاتي المشاهدات، سلام الله عليكم. اختار المغاربة منذ 14 قرنا المذهب المالكي مذهبا رسميا للدولة منذ عهد الأدارسة، وتم ترسيخ هذا المذهب في عهد المرابطين. ورغم معرفتهم ببقية المذاهب الأخرى إلا أنهم استقروا على المذهب المالكي، فصار اليوم التدين المغربي أو الإسلام في المغرب متميزا وله حضور إقليمي بل وحتى دولي. معكم اليوم في برنامجكم عين على المغرب في حلقة الإسلام المغربي في محيطه الدولي الدكتور عبد النبي عيدودي. مرحبا دكتور. مرحبا. ما الذي يجعل الإسلام في المغرب أو إذا اصطلح عليه الإسلام المغربي متميزا؟ الذي يميز الإسلام المغربي بالضبط هو تبنيه للعقيدة الأشعرية كعقيدة تؤثر سلوك المغاربة، فهذه العقيدة تنطلق من أساس مهم جدا وقاعدة مهمة، هو أن هذا الإسلام المغربي لا يكفر أحد. هذا هو التميز، هو أن الإسلام المغربي لا يكفر أحدا بذنب ولا يشهد لأحد بجنة إلا من شهد لهم رسول الله من العشرة المبشرين بالجنة صلى الله عليه وسلم. هذا هو التفرد والتميز لدى الإسلام المغربي، أننا نقول بأن لو شاء الله عز وجل وأدخل الناس جميعا إلى الجنة كان ذلك فضلا منه، ولو شاء وأدخل الناس جميعا إلى جهنم كان ذلك عدلا منه، وأننا لا نكفر أحدا بذنب ولا نشهد لأحد بجنة إلا من شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من العشرة المبشرين بالجنة وهم أصحابه، لا نفرق بين أحد منهم، عشرة مبشرين بالجنة، لا نقول واحدا ولا اثنان ولا بلهم عشرة كما قال بعض المذاهب، هناك واحد أو اثنان أو ثلاثة، نحن لا نقول بذلك. أهل المغرب يجمعون على أن العشرة مبشرين بالجنة، فهذه العقيدة التي تبناها المغاربة عقيدة السلف، عقيدة أبي الحسن الأشعري، العقيدة الأشعرية، ثم الفقه المالكي. من خصوصياته ومن تميز هذا الفقه هو أنه يصلح لكل النوازل في كل وقت من خلال تبنيه لقاعدة فقهية مهمة جدا، حيث ما توجد المصلحة يوجد شرع الله، حيثما تكون المصلحة فتم شرع الله، وهذا هو التفرد في المصالح المرسلة التي تميز بها الفقه المالكي. ثم ركن ثالث أو مقوم ثالث من مقومات هذا الإسلام المغربي الذي جعله يتفرد ويتميز ويصبح مطلوبا لدى الدول الأخرى، ليس إسلام مغربي غازي أو يحاول الوصول، بل هو مطلوب من الدول الأخرى، هو سلوكه الصوفي التصوف السني، وهو السلوك عندما نقول التصوف السني هو ذلك السلوك الذي يربط بين العبادة والعمل، لا الفرار إلى العمل ونسيان التعبد، ولا الدخول الاعتدال، الاعتدال والموازنة بين العمل. ثم ركن رابع مهم جدا وهو إمارة المؤمنين التي حافظ عليها المغاربة من المولى إدريس الأول إلى اليوم، فهذه الإمارة هي التي تجمع وحدة المملكة طبعا ونسقها السياسي وتوازنها وتضمن توازنها الاجتماعي بمختلف قبائله وأعراقه. طبعا العقيدة الأشعرية والفقه المالكي والتصوف السني وإمارة المؤمنين أربع ركائز تميز الإسلام المغربي وتحفظ خصوصيته وتجعله مطلوبا ومرغوبا ومحبوبا عند جميع الدول إفريقية أو أوروبية أو غيرها. إذن هل باستطاعتنا الحديث على أن المغرب يمكن أن يكون يعني المنقذ وتصحيح مجموعة من المسارات إقليميا وحتى دوليا من خلال تبنيه لإسلام معتدل سموح يجمع بين الكل؟ هذا الآن ما سجلته يعني الأنظمة الدولية وما سجلته الأمم المتحدة نفسها وأمريكا الآن أو دول أوروبية أو إفريقية أصبحت تطلب التجربة المغربية أو النموذج
المغربي في تنزيله داخل معتنقي الدين الإسلامي. طبعا رأت دول عديدة الآن أوروبا من خلال المجلس العلمي الأوروبي يتم تقرير مجموعة من الفئات والتجمعات والمواطنين في أوروبا اليوم مسلمين طبقا لهذه الوصفة أو لهذه القواعد الدينية التي تحدثنا عنها في بداية هذه الحلقة اللي هي العقيدة الأشعرية والتصوف السني وفقه مالك المغرب، لأن هذه الأربع هي تبعد الإنسان عن التكفير، وبالتالي الإنسان لا يمكن أن ينخرط في الحركات الإرهابية كداعش أو الحركات السلفية الجهادية التي تكفر الإنسان بدون نص ديني، وتكفر الإنسان لأنه لا يتبنى توجهها الجهادي أو القتالي فيكفرونه. إفريقيا نفسها أيضا من خلال مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة التي تؤثر الآن أزيد من 30 دولة وأكثر من 120 عالم من علماء إفريقيا. نعم، رقم كبير، رقم مهم جدا لهذه العلماء، وليس يعني بغض النظر عن الأئمة أو القيمين الدينيين التي الذين تطلب دولهم تأطيرهم وتكوينهم. فهناك المركز ديال الأئمة وتكوين الأئمة الأفارقة، هناك مالي أزيد من 500 قيم ديني يعني إمام يتعلموا طبقا لهذه القواعد الأربعة، وهم الآن ينشرون أو يؤطرون دولتهم في مالي بهذه التوابت الدينية المغربية. ونفس الشيء في دولة السنغال، في النيجر، في تونس، في موريتانيا، يعني هناك إقبال كبير على طلب التجربة أو النموذج الديني المغربي. هذا ما يجعل الإسلام المغربي حاضر بقوة في محيطه الدولي، لأنه تبنى منهج السلف لا نكفر أحدا بذنب ولا نشهد لأحد بجنب. شكرا دكتور على هذه الإضافات النيرة. أعزائي المشاهدين، نضرب لكم موعدا في حلقة قادمة في برنامجكم عين على المغرب.